السلام عليكم. السلام راه كنطلبوا، حنا واقفين اليوم، حنا ولاد اس في بير، ولاد هاد البلاد، وكنغيروا عليها، وجينا حنا واقفين هاد الوقفه مع هاد الزبل اللي جايبين لينا. زيد لنا بالوزين وزيد الطاقه وكل شيء، وزيد لنا عاوتاني بهاد الزباله 2500 طن. كنطالبوا من سبن كيران ولا وزير هاد الحاكمه الحيطه ولا شي حاجه، كل شيء غيستعقل، ما بغينا حتى واحد فيهم. حشومه هاد البلاد هاد مضيعينا من كل شيء، والو حتى حاجه ما كاينه في هاد البلاد. وزيدين بغا يحرقوا لنا الزبل، والدينا مراد وكل شيء مريض. اللي عنده الفلوس هو اللي كيعيش، اللي ما عندوش الدرويش بويبري ما عنده والو، يعني ما يمكنش ليه يدير شي حاجه. حنا راه مازال ما مشيناش، خاصكم تمشوا الاحياء الهامشيه اللي كاينه في الجنوب في الضواحي ديال المدينه وتشوفوا الناس كيفاش تعيشوا. يعني الحكومه ما على بالهاش الهضره، يزيدوا في الماء، يزيدوا في الدقيق، يزيدوا في السكر، يزيدوا هذه، ولكن ما كاين والو، ما كاين حتى شي تغيير. شحال من حزب سياسي يحكم البلاد، شحال من وجوه.